السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم رح نبلش درسنا الثاني إن شاء الله، اللي هو حنكمل فيه الدرس الثاني اللي هو حنحكي فيه كمان عن المنشن، تمام؟ عن الناس. فدرسنا اليوم رح يستمر الحلقة الثانية. اليوم رح نحكي عن هاي اللي هي كلمة بتسيونجن. بتسيونجن هاي معناتها كلمة علاقات، يعني انه انت عندك علاقات تمام مع الناس. عندنا هلا كمان هاي الكلمة اللي مكتوبة هون فاميليان اند ليبنس بفازن. فاميليان اند ليبنس بفازن هاي معناتها انه العائلة ومراحل الحياة، تمام. عندنا اللي بعدها داس بيبي، معروفة كل الناس بتعرفها. داس بيبي اللي هو كلمة الرضيع، طفل الرضيع الولد. داس كيند، داس كيند، داس كيند معناته انه الطفل. البيبي اللي هو الرضيع الصغير. داس كيند اللي هو الولد اللي بيكون عمره من فوق 4-5 سنين وطالع، هذا داس كيند، تمام. عندنا هلأ هون هير، هير، هير يعني معناتها سيد، لو الواحد مثلا سيد هير. دير من، دير من معناتها رجل. دي فغاو، دي فغاو معناتها امرأة. فغاو، فغاو، فغاو لحالة معناتها سيدة، تمام، من دون دي تبقى سيدة. دي يوغندليش، دي يوغندليش أي معناتها أنه شاب، أنه البنت صبية يعني شابة. دي تسفيلينجي، دي تسفيلينجي أي معناتها أنه التوائم، اثنين توأم. عنا هلا داس ميتشن، داس ميتشن اي معناتها انه الفتاة، بنت صغيرة فتاة. دير يونجي، دير يونجي اي معناتها الصبي، تمام. عنا هلا هي اللي هي دير دي بيكانتي، يعني بتصير دي دير عفوا وبتصير دي بيكانتي انه معرفة، يعني انه مثلا اثنين تقوا مع بعض تسألوا مثلا انه بتعرفوا هذا، تقول له مثلا يا ايش بيكانتي، انه انا بعرفه، تمام، في معرفة، تمام. عنا هلا اللي بعدها دي فرويندن، دي فرويندن اي الصديقة للمؤنث، تمام. عنا هي هلا دير فرويند، دير فرويند اي الصديق للمذكر. وعنا هاي الكلمة كمان اللي هي داس با، داس با انه زوجان، انه هن اثنين زوجان، تمام. ننتقل للصفحة اللي بعدها. هلا هون مكتوب عنا فوق نفس الكلمة اللي هي بتسيونجن، بتسيونجن اللي هي علاقات، كل عنده علاقات الواحد. عنا كلمة اللي تحتها مكتوب بكغوسن und verabschieden، begrüßen und verabschieden يعني ترحيب وتوديع، انه عم ترحب بشخص او عم تودعه. هلا كلمة ترحيب begrüßen، begrüßen. وعندك كلمة التوديع اللي هي verabschieden، verabschieden، تمام. هلا عنا هاي الصورة مكتوب عنا هون jemanden vorstellen، jemanden vorstellen انه انت عم تقدم شخص لشخص تاني، عم تعرفه عليه مثلا، انه انا عم اقدم لك هذا الشخص، تمام. عنا اللي بعده jemanden begrüßen،
jemanden begrüßen. هاي معناتها انه انت عم ترحب بشخص. تمام؟ ترحيب انه انت عم تقول له الشخص اهلا وسهلا ترحب فيه. هلا عنا هاي اللي بعدها. Sich die Hand geben. Sich die Hand geben. هاي معناتها انه هو عم يصافح. تمام؟ هو الشخص عم يصافح. عنا هلا اللي بعدها. Sich verbeugen. Sich verbeugen. إن هو انحنى يعني عم يحيي بهي التحية تبع الصينية اللي بينحنوا هيك. تمام. زيش في البويجن محمود الصورة. شوفت الصورة. هلا عنا اللي بعدها. زيش أم آرمن. زيش أم آرمن أي معناته إنه اثنين يعني مثلا عم يسلموا على بعض وعانقوا بعض. صاروا زمان مو شايفين بعض وعانقوا بعض. تمام. اللي بعدها لاخن. لاخن انه شخص عم يضحك مبتسم عم يضحك. تمام. اللي بعدها فاينن. فاينن انه عم يبكي شخص عم يبكي. عنا اللي بعدها زيش فير ابشيدن. زيش فير ابشيدن انه هي انه عم يودع. نودع شخص عم يقول له سلام ودعه يعني انه في شخص قدامك عم تقول عنه انه هو يودع انه عم يودع شخص. هلا اينن كنيكس ماخن. اينن كنيكس ماخن انه عم تنحني. انه عم تنحني بس هي شوف الصورة كيف يعني انه عم تحيي بس بتحية البنات. هي einen knicks machen. انتوا على طول تفرجوا على الصور. تمام عشان تبين معكم شو معناتها. اللي بعدها winken. winken يعني عم يلوح لشخص عم يلوح له عم يشير له بعيد هيك انه عم يسلم عليه. اللي بعدها jemanden einen kuss geben. jemanden einen kuss geben هاي معناتها انه شخص عم يقبل حدا تاني قبلة. تمام. عم يعطيه انه في شخص عطى قبلة لحدا تاني. تمام. اللي بعدها jemanden anrufen. jemanden anrufen انه هي في شخص عم يتصل مع هذا الشخص. تمام. انه في حدا اتصل فيني مثلا jemanden anrufen. تمام. هلا عنا هي اخر صورة اللي هي هي تحت. Das kleine Geschenk. Das kleine Geschenk انه هي هدية صغيرة. تمام. هلا هي بالنسبة لهدول الصور. هلا رح اعطيكم كمان في جمل تانية رح نقراهم قراءة بس ما في عليهم صور بس واضحين كلهم يعني. تمام. هلا عنا هي اول واحدة. Der Erwachsene. Der Erwachsene يعني شخص بالغ عمره بالغ مو تحت السن القانوني شخص بالغ يعني. اللي بعدها Der Patenonkel. Der Patenonkel معناته العراب مكتوب عراب. اللي بعدها Die Patentante. Die Patentante العرابة. تمام. اللي بعدها Der Stiefvater. Der Stiefvater هي معناتها زوج الأم يعني واحدة متزوجة رجال تاني وعندها مثلا ولد عندها أولاد من 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 من, من رجال تاني فهذا بيكون يعني مثل خالة لمرت أب بس هذا أبو أمه مثلا. تمام. فهمتوها يمكن انتوا فهمتوا علي. تمام. فهون عنا Der Stiefvater اللي هو زوج الام. تمام. اللي بعدها Die Stiefmutter. Die Stiefmutter هي معناتها انه زوجة الاب يعني اللي هي خالة المرت خالة مرت اب اللي بيقولوا لها احنا عنا. تمام. اللي بعدها
دير شتيف برودا، دير شتيف برودا، هذا الأخ يلي من أب تاني أو من أم تاني، بنقال عليه إنه شتيف برودا. اللي بعدها دي شتيف شفيستا، دي شتيف شفيستا، أي الأخت اللي من غير أم أو من غير أب كمان، تمام؟ اللي بعدها دير نخبة، دير نخبة اللي هو الجار الذكر. اللي بعدها دي نخبارن، دي نخبارن اللي هي الجارة مؤنث، تمام؟ هنروح اللي بعدها. عنا أول كلمة هلو، هلو اللي هي مرحبا، معروفة هي كل الناس بتعرفها يعني بظن. عنا اللي بعدها guten morgen، guten morgen إنه هي صباح الخير، تمام. عنا اللي بعدها guten abend، guten abend اللي بعدها هي مساء الخير. اللي بعدها wie heißt du، wie heißt du. هلا الدو بس تتعلموا انتوا القواعد وتشوفوا القواعد بتعرفوا شو معنات الدو والزي والإيع والإيع والإيع، يعني في كتير شغلات، تمام؟ فانتوا بتعرفونه، بس انا هلا شرحي عم اشرحه بس هو صور وكلمات، تمام؟ فهون عنا كلمة في heißt du، مثل عم تقوله لواحد صديقك انت انه شو اسمك انت، تمام؟ هي للصديق. عنا اللي بعدها wie heißen Sie، wie heißen Sie أي معناتها إنه شو اسم حضرتك، يعني إذا أنت واحد بدك توجبه، تمام، فتحكي بصيغة الاحترام فبتقوله wie heißen Sie، زي اللي هي للاحترام، تمام. شو عنا اللي بعدها، تمام. الجواب تبعها إنه إيش هايسه، ايش هايسه انه انا اسمي، تمام. ليك ايش هايسه اسمي، انه هي معناتها انا اسمي كذا، تمام. عن اللي بعدها هيرتسليش ويلكومن، هيرتسليش ويلكومن هي معناتها انه اهلا وسهلا، انه عم تقول له لواحد انه اهلا وسهلا شرفت كل يوم تعال، تمام. اللي بعدها تشوس، تشوس اللي هي مع السلامة، تمام، أو وداعا يعني. اللي بعدها auf wiedersehen، auf wiedersehen أي معناتها إلى اللقاء، تمام. وسبحان الله أجت الكلمة آخر شيء إلى اللقاء. فنحن هذا الفيديو تبعنا لليوم، إن شاء الله أكون شرحت لكم بطريقة كمان حلوة وسلسة وتستفادوا منها بإذن الله. هلأ نحن هاي أول درس حكيناه وتاني درس حكيناه، هذول الدرسين الأولانيات هن بيحكوا عن أفراد العائلة اللي هو كان الدرس الأول، تمام، أسماء أفراد العائلة. وعنا هذا الدرس الثاني هلا اللي حطيناه كمان بيحكي عن الأشخاص إن هن من أفراد العائلة مثل ما شرحنا بالدرس هلا أنتوا شفتوه، بالإضافة للتحية وما التحية وهالشغلات هاي. هذول هلا الدرسين اللي هن عبارة عن هيك. إن شاء الله الدروس الثانية رح نحكي عن أمور تانية إن شاء الله وصور تانية حنحطها، وبتشوفوا الأمور إن شاء الله كلها جيدة وسلسة. بتشكركم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، الله يخليكم، لأنه أنتوا شايفيني والله عم نتعب وعم بشتغل على الفيديوهات وعم بتعب، وكلياتنا يعني بدنا نستفاد يعني، تمام. فلا تحرمونا من الدعم، وبتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.